سجود التلاوة يا شيخ هل للتسليم؟ إيش؟ سجود التلاوة. أي نعم، سجود التلاوة له تكبير عند السجود وليس له تكبير عند الرفع ولا تسليم، لأن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ليس له تسليم ما لم يكن الإنسان في صلاة، فإن كان في صلاة وجب أن يكبر إذا سجد وأن يكبر إذا قام. نعم، جزاك الله.